السلام عليكم، معكم رئيسة جمعية باقي الخير. احنا اليوم متواجدين بحملة تبرع بالدم اللي كتقوم بها الجمعية ديالنا. هاد الحملات اللي ولاو اللي كيعرف جمعية باقي الخير انهم ولاو عادة داخلين يعني في العمل الدائم ديال الجمعية. اللي ما تعرفوه مدينة طنجة من الخصاص في ظل التزايد ديال العدد السكان، دونك وفي ظل تزايد المصحات اللي كتحتاج بزاف الدم، رجعنا كنعملوا حملات منتظمة وكننجدوا الساكنة ديال مدينة طنجة أنها تجي تشارك معنا ويكون باش لإنجاح هذه الحملة. يعني التبرع بالدم أنا كنعتبره صراحة كنعتبره واجب لأن فيه إنقاذ الحياة، وكنعتبره أنه أجر سهل لأن ما غتخسر والو، غتجي غتبرع وغتمشي والدم ديالك يقدر ينقذ حياة إنسان اللي يمكن تعرفو يمكن ما كتعرفوش. كنوجهوا النداء للساكنه ديال مدينه طنجه، تجي تبرع بكثافه على حساب الماده الحيويه، مطلوبه بزاف وفي مركز قليله، وكيعزوا علينا الناس. انا بعدا كيشوفونا كنعملوا الحملات كيعيطوا لي، الناس كتبكي خصها شكون اللي يعطيها الدم وما كاينش. كنتمنى والله الثقافه ديال التبرع تنتشر في مدينه طنجه، لان بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يتبرعوا كيخافوا، وهي ما فيها والو. اذا جيتوا تشوفوا هنا كاين الناس، الشباب، الناس كبارين، الرجال، كلشي كيتبرع الحمد لله، كيخرجوا سالمين. كاين الطبيبه معنا، كاين هذه بشراكه مع وزاره الصحه، يعني من جمعيه فقط كتنظم، يعني كاين الطبيبه اللي تشوفكم هي اللي تقول لك واش تقدر تبرع ولا لا. ومره نحتاجوا اليوم انا، غدا تحتاجوا انتينا، بعدو يحتاجوا شي واحد مع عائلتك. في لهذا كنتمنى الثقافه ديال التبرع بالدم تنتشر في المغرب عامه، وحنا كاينين اليوم وغدا ان شاء الله. وعندنا واحد الحمله في 18 في شهر 2 في مدينه اصيله، وهذا النداء للساكنه في مدينه اصيله باش ان شاء الله يوجدوا راسهم باش يتبرعوا معنا تما في مدينه اصيله. وشكرا لكم. لا العام اللي داز كنجي عندنا هنايا وتبرعت. كيف جاتك الفكره باش جيتي؟ انا عجبتني هذه الفكره، كنتبرع الانسان كيدي الاجار وطب على الله خير المساكن، فهمتي داكشي اللي كاين. ساكن طنجة زعما اللي بغى يتبرع يدير الاجر يجي مرحبا، زعما ماشي ما كاين حتى شي مشكل، الدنيا هانيه، الا بغاو يجيو مرحبا. العرود ياسين، رئيس الجمعية المغربية لصناعة نسج والألبسة، ونائب الرئيس الجمعية ديال الأصدقاء لتحقن الدم بمدينة طنجة. من خلال الموقع ديال طنجاوي كنحاول نشكر الجمعية ديال باقي الخير برئاسة السي سليمان الفرج على هذه المبادرة وعلى هذا العمل الإنساني الرائع اللي أجره كبير عند الله. من خلال هذا المنبر ديال طنجاوي كندعو الجميع باش يتعبا ويشارك في هذا الحملة ديال تبرع الدم. إذا كانت صدقة عند الله أجر كبير، فهي هذه الصدقة، هذه الصدقة ديال الأجر ديالها مقبول ومقبول إن شاء الله يا ربي. وكنعرفوا الدم ما يمكنش يمشي شي حاجة من غير عند المريض. طنجة مدينة مليونية كتعرف الخصص، وخصص كبير في هذا المادة اللي كنعرفوا تبارك الله عدد كبير ديال المستشفيات لا العمومية ولا الخاصة اللي أصبحت طنجة كتحصدنها، وكنعرفوا الحوادث اللي كيوقعوا يوميا، وكنعرفوا المرضى ديال القصر الكلوي وعديد من الامراض اللي هما المرضى كيحتاجوا للدم. فمره اخرى كنجدد النداء باش الاخوان واللي كيسمعونا، جمعيه المجتمع المدني ولا ناس عاديين يجيو يتبرعوا بهذا، يجيو يتبرعوا. والدم انا نقول لك واحد الماده اللي هي حيويه واللي ما يقدرش شي واحد زعما يقدر يبيع له شي اللي فيها، دونك الاجر ديالها والاتجاه ديالها يكون معروف. وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.